والمخيخ ديالي قال لي اشرف عرفتي شنو واقع دابا؟ قلت ليه شنو واقع الصراحه؟ قلت ليه واحد راه وراك وغيكريسيك من بعد 5 ديال الثواني. خرجوا لي الريزولتا كنقلب على سميتو ما كنلقاهاش. فتشاش كيقول لي علاش الكار ما جاش من فاس؟ واقيلا علاش؟ اي لي انفيستيت ومشى لي داكشي. هذيك الساعه خدام في البريفي بالنسبه لهم انت ما خدامش الصراحه. يعني الحلم ديالو ديك الساعه هو نولي استاذ لا ليسونس بروفيسيونيل في اون انفورماتيك جيستيون دونتربريز. واتس اب براذرز اند سيسترز، فيديو جديد عاوتاني. الاخوان والاخوات، شحال من واحد قال لي علاش ما كتعاودش لينا الاستوري اللي وقعوا لي ولا شي ستوري تايم في الفيديو هذا. وانا نتفكر النهار الاول فاش يلاه شديت لا ليسونس ديالي وقلت اجي نعاود لكم واحد الحاجه اللي المهم تقدر تستافدوا منها تقدر ما تستافدوش منها، ولكن غادي تنشطوا معايا في الفيديو هذا. المهم الاخوان كما كتعرفوا انا كنت درت واحد لا ليسونس بروفيسيونيل في اون انفورماتيك جيستيون دونتربريز، ومن بعد قررت انني نخدم بيان سي راه كنقرا باش نخدمو، يعني بين قوسين ما دفعت حتى شي ماستر من الاخر فهمتي. كنت عرفتي انا الصراحه ما بعد الماستر كيهرب ليا الاخوان، كنت جبت ليسونس فهذيك الوقيته اللي الناس كيقلبوا على الماستر انا شنو تصحابني بحال اللي قلتي راه ادفع وقت ما بغيتي فهمتي، ما كاينش شي دات ولا شي حاجه. كنت مشيت لافاكس ولا بغيت نشوف هاد الماسترات اللي عندكم، بغيت هذا لا حيد عليا هذا السميه ديالو، مشيت اللي نشوف خلي لي هذا واحد جوج من هادو خلي لي بلاصتي حتى نفكر عافاك. لا انا شي تصحابني شديت الدبلوم شديت لا ليسونس وانا مشيت عند واحد خالتي وريحت عندها وبديت كندير هادشي ديال الانترنيت، هادشي ديال الدروب شيبين، هادشي ديال فاش يلاه بان داكشي ديال البونزي. It's not even a scheme per se, it's دخلت داكشي ربحت شويه الفلوس مشاو ليا الفلوس، هادشي اللي بقيت كندير. واحد البنت كانت كتقرا معايا الله يجازيها بخير قالت لي اندر شي ماستر، قلت لها كيفاش علاش؟ قالت لي بغيتي دير ماستر ولا ما بغيتيش بعدا باش نفلتريو؟ قلت لها ما كرهتش، حيت الوالد كان ديما كيقول لي عافاك دير ماستر. علاش؟ حيت ديك الساعه كان كيقول لي التعيين المباشر عرفتي الوالد الحلم ديالو ديك الساعه هو نولي استاذ. علاش؟ استاذ الدوله فهمتي الاستقرار واخا الفلوس ما كاين. المهم الناس زعما الجينيراسيون اولد وان زعما كانوا كيبغوا ولادهم انهم يكونوا في الدوله فهمتي. اللي كتخدم في البريفي بالنسبه لهم انت ما خدامش الصراحه فهمتي، واخا تكون كتشد 20000 درهم ولا 30000 درهم لا، يعني واحد كيشد 5000 درهم في الدوله احسن منك. علاش؟ حيت خدام في الدوله. المهم الوالد كان قال لي ها انت جيب ماستر الصعب والتعيين المباشر فهمتي، ما كان لا اونتروتيان قلت لي استاذ نيشان بحال هكا كتجيب الماستر طاخ كتلقى راسك في القسم هكا وكتقراي الناس. قلت له الوالد راه ما بغيتش ندير التعليم. قال لي لا راه مزيان اصاحبي راه الدوله عاوتاني. المهم من بعد هادشي ملي جيت من عند خالتي ملي خسرت فلوسي في الانترنت قال لي سمع فلوسي كانت عندي واحد باقي 1500 درهم اي لي انفيستيت ومشى لي داكشي باش يمشى كان غادي مزيان. وما عرفتش راكم عارفين البونزي كيفاش داير، واحد النهار كيتلاشى داكشي اللي ما باشي داكشي ديالي. رجعت من عند خالتي خاوي الوفاق ما عندي والو، رجعت للدار قال لي الوالده اش فيها؟ قلت له واقيلا شي ماستر. قال لي ها انت دابا دويتي. ودابا انا ذاك التخصص ديالي ديال انفورماتيك جيستيون دونتربريز اللي هو متخصص ما والو لقيت واحد تخصص كومباتيبل معاه فين؟ في تطوان الصال. انا تطوان ما عمري مشيت ليها حيت انا ابن الجنوب العريق فهمتي. لا كنمشي شويه لهذوك ولكن عندك طنجه وتطوان ما عمري مشيت لهم. فكنهضر لكم في هذيك الحقبه صافي. هذيك شنو درت؟ جمعت لي دوكيمون ديالي الصاط دخلت على داك السيت، عقلت على واحد السيت سميتو ماشي امبلوا بيبليك سميتو ماستر ماروك شي لعيبه بحال هكا، كتدخل كتلقى دوك الرايات في كاع لي زيكول وهادي راه لاحوا الانسكريبسيون. كنت مرون هذيك الساعه صافي دخلت بان لك خاصك تجيب وثيقه كوبي من هذه من هذه من هذه وجمعت هذاك الشيء طاق والوالد حتى هو كيعاونني فهمتي، هو باغي التعيين المباشر الصاط صافي. هذيك جمعت هذاك الدوسي شديت الكار وقصت تيطاون عرفتي شحال ديال الطريق. المهم درنا لي سكار في فاس وفاس اول مره كنشوف واحد الواقعه في الفليكار ديال الكار عرفتي دوك اللي كيقطعوا الاوراق الكرسي اللي كيقول لك فين غادي خويا كيطلعوا حتى الكار في فاس. فتشاش كيقول لك علاش الكار ما جاش من فاس؟ واقيلا علاش؟ حيت الكرسي طلع للكار الفوق وكان قال لي داك الشيء الفوق قال لي ما تنزلش حيت وصلنا مع شي 3 الصباح ولا ما سميت هذيك المحطه بوجلود سمثينغ لايك ذيس يعني بوجلود كيجلدوك الصاط ما تحرموناش الدراري من لي لايك ها زوين الجلد ديال الكايده نو اوفنس راه ماشي ديجا تما عجبني الحال. المهم علاش تلاقيت مع واحد العشيري تما راه ديجا كنبان معكم في واحد الفيديو واحد النهار وريحت تما ومن بعد مشيت طلعت لتطوان وعبد السعد المالكي شي حاجه بحال هكا واحد لافاك مشيت دخلت ليها جبت لي دوكيمون حطيتهم قلت لهم راه باغي ندفع الماستر. عرفت الاخوان الماستر الوحيد اللي دفعت ليه هو هذاك، الناس كيدفعوا 100 في ماستر ويلا كيتقبلوا في واحد ولا ما كيتقبلوش، انا بغيت ندفع لهذا كنت تقبل. رجعت للدار واحد الثقه في النفس قال لي الوالد فيها، قلت ليه فيها الوالد غير صبر واحد شويه ما كاين التعيين المباشر. خرجوا لي الريزلت كنقلب على سميتو ما كنلقاهاش كندير وشاخ شفاي
الراجل والو صار كنقول واقيلا راه هذيك الحطه فورما ايماج ما كديتكتيش مشيت بواحد واحد ما كايناش مشيت للوالد قلت ليها ما كاينش الصار وبقى فيا الحال قال لي يعني على الله واش هو يقول لي راه كاين واحد العقل سو اساسي داك كيخدموا بالليسونس شي لعيبه بحال هكا شرط كنعاود لكم قبل ما يكون هادشي ديال سميتو داك داك هادشي اللي دار التعاقد داك الشيء هذا ما كانش ديك الساعه جو بونس ما كانش علاش غندفع استاذ ديال السبور الصراحه فهمتي مع تبارك الله البنيه الجسميه وهذا وخفه الدم ماشي خفه الجسم كومون قلت اجي ندفع للاستاذ ديال السبور حيت واخا هذاك التخصص اللي ما عرفت ما عرفتش اخوان هادشي راه عرفتي راه كندخل الذاكره ديالي كيبان لي بحال شي حلم بحال وخصك تمشي لمراكش المهم جمعت الدوسي عاد ثاني مشيت لمراكش وديبوزيت الدوسي وقالوا لي بانه في هذاك الامتحان ديال الاستاذ فيه واحد الامتحان ديال الجرا ولا ما عرفتي ديال فهمتي على التي بي ديال هل خاصك تجري واقيله ولا ما شنو درت الاخوان لبست الشورت ومشيت كنجري باش كنستعد اللياقه البدنيه ديالي باش ندي نمشي نهار الامتحان يعني نكون كابابل وتا هذوك الاساتذه ما خداونيش الصاد هي الحال ما خداونيش ديكو شنو درت بقيت جالس عاوتاني رجع عاوتاني هادشي ديال البونزي عاوتاني مشاو ليا فلوسي وانا نريح واحد النهار كيعيط لي واحد عشيري قال لي الو صافا بخير قال لي راه في كازا في بوسكوره اها كاين دايرين واحد الفورماسيون ديال لا بونك بلا ما نقول الاشهار باش ما يتزادوش الارباح ديال بي ام سي او جاب واحد الطريقه ضحكتيني دايرين واحد الفورماسيون ديال انك كتقرا 3 مو وكدوز واحد الامتحان بحال كيقريوك نيشان داكشي ديال الميتي وكدوز واحد الامتحان وكتخدم معاهم واقيلا شارجي كليونتيل ولا شارجي دابوي قلت هذا مزيان ليسونس كاينه خاصني على الفورماسيون ومشيت وقريت في هذاك سميتو هذاك لوف بي بي تي ديال لوفتشور اللي في بوسكوره راه كاين الناس كيعرفوا هذه البلاصه هذه وتما فين داير لي الفورماسيون وكيجيبوا لينا ناس خدامين في البنكه لسنين وصراحه كانت فورماسيون زوينه الصراحه المهم قرينا داكشي ديال بال 1 بال 2 الناس ديال لا بونك يعرفوا هادشي انا عندي حتى علاقه بداكشي وكنقراه وبغيت نخدم في البنكه الصراحه داز الشهر الاول مزيان وانا اش كنت كندير لا نافيت كنت كنمشي لعند جده في فريوله وكنرجع وكنقرا عاوتاني وهي غدا حتى لواحد النهار الاخوان هنا فين كتوقع واحد دابا انا جايب واحد الفكره ديال كاين السلام والامان يعني جايب واحد مسالم فهمتي يعني راه داكشي ديال الكريساج وداكشي راه ما سمعت فيه وواقيلا كنقول راه ما كاينش شنو نقول عليه واحد النهار دابا انا كندوز فورماسيون واحد الدري كان كيقرا معايا سميتو منير قال لي يلا تبات معنا راه انا كنسكن غير حنا المدرسه قلت له اوكي مشينا بصراحه تهلاو فيه مزيان تضامن تهلاو الله يعمر هضر حيت هما كانوا خدامين في الغريبه واقيلا باك كنخدم في الغريبه لو سي بي وداك الشيء وتانا جدي كان في لو سي بي يعني كاينه واحد الشراره تما هضرت معاه وخصني نفيق مع الفجر باش نمشي في حالي فهمتي غنمشي نشد واحد التران ما عرفتش فين كنت غادي فقت مع الفجر والاخوان سيدي معروف غندوز من حدا سيدي معروف وفي هذيك سيدي معروف حداها واحد الكاريان كاريان اوكي كاريان قلت غادي ندوز من تما والحياه زاهيه فهمتي وهز كارطابل وكنت شفت هذيك الشات كوطلان ممكن تا واحد وخرجت وهز معايا البيسي ديالي باش كنقرا وهز معايا جوج تليفونات واحد ديالي واحد ماشي ديالي واحد ديال خالتي اللي كنت كندير عندها البونزي قالت لي عافاك دير الدار ولا فصيبو وما صيبتوش سمحي لي كان غادي نمشي لك هذاك التليفون بقيت غادي بحال هكا فين غادي الاخوان غادي للبنك اون باش نجبد الفلوس هادشي مع الفجر وما كاين تا واحد والشنطي وعندنا واحد البوطوات بحال كيدور على راسهم بحال كيكون الضوء ملي كيشعلو هما كيولي الظلام فهمتي البوطوات كيديروا الظلام ماشي كيديروا الضوء كنت غادي بحال هكا كيبان لي واحد الطيله صاحب الظل الطويل المهم ديك الفكره ديال الكريساج وداك الشيء رجعت يعني رجعت بقوه والمخيخ ديالي قال لي اشرف عرفتي شنو واقع دابا قلت ليه شنو واقع الصا قلت ليه واحد راه وراك وغيكريسيك من بعد خمسه ديال الثواني واش عارف شنو غادي دير واحد الراس قال لي غنهرب هي كانت فكره سديده وغير سديده فهمتي المهم الاخوان ما بغيتش ندخل الديتيلز حيت العائله كيشوفوا الفيديو انا رزقك غيمشي لك بكل رجوله وما غتادم والو المهم الاخ يلاه بغى يعنقني في الاحضان ديالو وشد مع فهمتي يلاه دار ليا ها انا حسيت بيه غير هنايا قدرات قادر كندير ها فاش كندير ها ما كيشدنيش هو مسكين بغى غير يعنقني فهمتي الوالد بغى غير يعنقني قال لي انت هو توحشناك وداكشي اشنو كندير كنهرب الاخوان حتى الحناك ديالي كيبقاو يديروها ما كنقيسش الارض عرفتي شنو هي كتهرب كنطلع فوق واحد اللعيبه كنزلق كنطيح بحال الدراري الصغار عرفتي مش كطيح بحال هكا كنزلق كندور كنلقاه قسوه باقي جاي صافي ماشي مشى بحال ولا باقي جاي وكنتقطع لي السروال من هنا واحد شويه تحرد نوض جمعت الوقفه مشيت كنجريش كيبان ليا واحد الرجال اشداء لقيتهم راه الكونترولور ديال الطوبيس
واقفين كيتسناو البيس باش اول بيس غيجي لكش حيت الثنيه كيما قلت لكم كانت خاويه. دخلت بيناتهم بعجاله قالوا لي ما فما كما هو بغي يعنقني بغي يعنقني. قال لي صافي ريح وجا وشاد في يدي حشره وقال لي المكان قال لي واش انا شفار انا تشوفني وتهرم شفتو واش شفتو الذكاء المغربي فين كاين. السيد كان بغي يعنقني وانا هربت وقال لي واش انا شفار تشوفني وتهرب. بقاو معاه تمشى وبان لي فاش مشى عند ربعه اخرين المهم كانوا فهمتي هما واحد الكانك واحد اللقطه هو يرجع عاوتاني. قلت لهم ها هو راه جاي عاوتاني انا ما تحركش مع هذاك لي كونترول. قلت لهم ما نتحركش مع هذاكم هنا. جا عاوتاني ويقول لي اسمح لي ودا كيبوس لي راسي واه اسمح لي راه كان واش ميتي ريحه مخدرات. قال لي راه كان طار مع الدار وكنهبط كنبرد في بنادم براءه يعني الا كنتي طار مع الدار ونزلتي ذبحتي شي واحد تقدر تخرج لك براءه الا قلتي هاد خاصك غير تقول هاد الجمله هادي السحريه ديال انك كطار مع داركم وكتنزل تبرد في بنادم كتخرج ميكي يقول لك واخا تقتل شي واحد. واو 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 صافي مشى هذوك الكونترولور واحد منهم قال لي ما تبقاش تجي هنا مع الفجر راه كاينين بعض الاواش كيعنقوا بزاف. قلت له اوكي قلت له انا راه مشيت لهنا ما عارفش. قال لي مزيان. قال لي فين غادي؟ قلت له غادي لاكار. قال لي غطلع معايا للبيس وغادي تنزل فواحد لاستاسيون شنو سميتها. قال لي المهم الا غنهبط انا جوج من وراها صافي. هي هذيك طلعت للبيس مشيت قال لي بلا ما تخلص. وصلت هبطت مشيت كنجري ركبت في الطران مشيت كنجري طلعت في التران وانا نعلق وهذيك الفورماسيون ديال البنكه ما تليتش رجعت ليها انا كنت باقي واحد الشهرين. الدراري صحابي كيعيطوا لي اش فين غبرتي كذا واجي اصاحبي راه فرقوا علينا لي زيكزامان راه جبتي معت 14 ولا معت شنو راك جبتي مزيان في هاد لوماسيون. قلت لهم اخوان غنساو هذيك راه ما غاديش نجي لها هذيك فورماسيون وما غاديش نمشي لهذيك كازا كامله. فهاد مين وايل هاد الشيء اللي وقع كان جات واحد الفورماسيون نو كان جات خدمه يعني جا الفراج كان جات واحد الخدمه في كازا هي في لارا. حتى شي نهار ندير لكم ندخل لكم في الديتيل ديال كاع ديك الخدمه اللي كنت كندير هذاك الشيء. كانوا طالبين ناس ديال الباك بلس 3 في الديبارتمون فينونسي كما قلت لكم انا راه كندخل شي حوايج وكنخدم حتى انا كنت مبوق ما بين الباك والخدمه الاولى كنت ما كاينش في العالم ما عرفتش كنت كندير ما كاين لا توجيه لا والو والله. صافي مشيت دواز كيقولوا لي الدراري ما غاديش دوز هذاك الشيء صحاب الفينونس وكيحلوا فيه وهذا. قلت لهم انا مشيت غندوز فلا دازت الوقت وفعلا خدمت. المهم دوزنا لغه وداك الشيء خاص هذه خاصها فيديو بوحدها هذه ديال كيفاش خدمت خاصها فيديو بوحدها. صافي وخدمنا ودخلت هذاك ديبارتمون راني شفت هذاك الشيء في الاول عجبني من بعد ما عجبنيش وكيفاش هذيك الخدمه ودخلت واحد الروتين ديال ما كتعلم والو من الاخر وكتكلخ فهمتي كتكلخ حيت كتبقى تعاود واحد ليطاش اللي يقدر زعما اي واحد يديرهم. المهم مازال ندير لكم فيديو مزيان بحال هكا وغنقول لكم في الاخر ديال الفيديو كي دابا طولت غنقول لكم في الاخر ديال الفيديو علاش ديميسيونيت من هذيك الخدمه ومشيت للخدمه الثانيه وعلاش ديميسيونيت من هذه الخدمه ومشيت للخدمه الثالثه وعلاش مشيت لفرنسا بعد الباركور. انا الباركور ديالي ما كاينش بحال خا تقلب ساعي تلقى فيه القرايه فيه الخدمه فيه عاوتاني الخدمه فيه القرايه عاوتاني فيه عاوتاني الخدمه. المهم بحال هكا داير وغادي نعاود لكم حتى شي حوايج كنا دوزناهم في ديك العام الصراحه ما كيتنساوش ندوز فيها واحد المده الصراحه. وهذا الشيء اللي كاين في الفيديو باش نطول عليكم هاد ستوري تايم وراه جايين ستوريات اخرين كتقدروا نتوما تحسوا براسكم دوزتوهم ولا غدوزوهم من بعد وراه جايين شي فيديوهات عقولها قولوها 10 فيتاس.